إبراهيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا. دعوني أحدثكم وأخذ من وقتكم حوالي 10 دقائق لأحدثكم عن هذه الرواية الموسومة بالريحانة والديك المغربي، وهي للروائي والوزير الفلسطيني المناضل والمثقف يحيى خلف. هذه الرواية التي أخذت على عاتقها النهوض بالقضية الفلسطينية تخيلا، هذه القضية التي بطبيعة الحال نعلم أنها ليست قضية إنسان عربي فقط، ولكن هي قضية إنسان مسلم، إنسان عربي وإنسان مسلم حيثما كان، بل قضية إنسان كيفما كان. هذه القضية قضية قومية عربية ومشترك عربي وإنساني، قضية قومية عربية إسلامية شكلت مادة أدبية عاشت في الأدب شعرا ونثرا. ففي الشعر كما هو معلوم نجد محمود درويش، نجد تميم البرغوثي وغيرهم من الشعراء، فدوى طوقان، إبراهيم طوقان وغيرهم. وفي النثر حدث ولا حرج، نجد على سبيل المثال الحصر مريد البرغوثي، رأي تراب الله، نجد مثلا إبراهيم نصر الله وغيرهم من الأدباء والكتاب الذين كتبوا في هذه القضية. عندما نقرأ رواية الريحانة والديك المغربي نجدها تتحدث عن شخصية فاعلة أساس، هي شخصية سي المبارك. هذه الشخصية التي عاشت في المغرب أو ولدت في المغرب وكانت شديدة التأثر بالرحالة المغربي بن بطوطة الطنجي، وانتقلت من مدينة شفشاون إلى مدينة القدس، وخلال هذا المسار عاشت مجموعة من الأحداث وأخذت من مدينة القدس شجرة صنوبر، عاد بها السي المبارك إلى تونس حيث غرسها هناك لتتفرع جذورها وتصير شجرة شامخة سامقة لا تهتز بالرياح. عندما نقرأ هذه الرواية نجدها رواية ثرة من حيث علاماتها ومن حيث ترميزها. وهذه المداخلة التي سأقدم سأحاول أن أقف فيها عند 4 علامات روائية نحاول أن نفك شفراتها. أولا قضية الديك المغربي. الديك المغربي ورد هذا اللقب في الرواية للشخصية الفاعلة، وهي شخصية السي المبارك. لماذا الديك؟ بطبيعة الحال يدل رمز الديك كما نعلم جميعا على نوع من الأمل، ذلك الأمل المنتظر عند صياح الديك في عند الفجر. فكلما اشتد ظلام الليل الدامس وكلما اشتدت حلكة الدجى إلا وننتظر معها فجرا. وما دمنا نتحدث عن القضية الفلسطينية بما تعرفه من مآسي وما يرزح تحت ظله إخواننا من معاناة، فالأمل منتظر ومرجى، وبطبيعة الحال فهو لا شك آت مع صياح هذا الديك الذي يحمل الأمل والمستقبل الزاهر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرد الديك في الرواية وفق صيغة أسطورية، على اعتبار أن هذا الديك كما يقدمه يحيى خلف كان قديما طائرا يستطيع التحليق، ولكن في محاورة مع الغراب طلب منه الغراب أن يعيره جناحيه، فتم ذلك وبالتالي فر الغراب بخصيصة التحليق، وبقي الديك بدون هذه الخصيصة مزهوا بريشه وألوانه يمشي مشية الخيلاء. بطبيعة الحال هذه الأسطورة لم ترد في الرواية عبثا، وإنما وردت لتدل عن عجز الديك، أو لنقل لتدل عن عجز الأمة العربية اليوم أمام المحتل الغاشم، أمام هذه الأرض السليبة التي تضيع منا يوما بعد يوم، وليس لنا إلا أن نشجب ونستنكر ولا نفعل أي شيء غير ذلك. إذن فهي تدل عن عجز الإنسان العربي وإلى تيه الأمة وانهزامها، وإلى الأرض السليبة التي ضاعت من الإنسان العربي منذ النكبة وما تلاها من نكسات ونكسات. هذه الشخصية الأولى أو العلامة الأولى، وهي علامة الديك المغربي.
العلامة الثانية وهي علامة السلم المبارك. السلم المبارك كما سبقت الإشارة ذات الأساس في رواية الريحانة والديك المغربي، فهو الرجل الرحالة المتأثر بابن بطوطة الطنجي وليد شفشاون. شفشاون أغدق السارد في وصفها بوصفها مدينة زرقاء زرقة السماء، تعانق السماء، سليلة الأندلس، وريثة مجدها وحضارتها. لكن أين حضارة الأندلس؟ هي حضارة تديدة ولكنها حضارة مفقودة. إذن فهناك ربط بين شفشاون والأندلس وبين أرض فلسطين، أرض الأمجاد والأنبياء، هذه الأرض الفقيدة أيضا. إذن قلت السلم المبارك هذا الشخص الرحالة المتأثر بابن بطوطة ينطلق من مدينة شفشاون متجها نحو فلسطين، مارا عبر الجزائر وتونس بزيتونها وليبيا ومصر، يلم شتات هذه الأراضي الجغرافية وإن تفرقت. معنى ذلك أن السلم المبارك شخصية تتضمن إحالة بارزة إلى ذلك الخيط الناظم الذي يمكن أن يلم شتات الأمة العربية في يوم ما، ومن يدري فقد يتحقق هذا الأمل المنشود مع بزوغ فجر جديد. إذن فالسلم المبارك يشكل خيطا ناظما يرتق ما تشتت فينا نحن العرب ويلملم جراح أرض توحدت في اللغة والتاريخ والثقافة والدين والمصير والقضايا، ولكنها تفرقت في الجغرافيا والانتصار للذات. علامة أخرى من العلامات المهمة في الرواية وهي رمزية المرأة بشكل عام وتحديدا شخصية الريحانة. هذه المرأة التي ارتبطت بها شخصية بارزة أخرى من شخصية الرواية وهي شخصية عادل. شخصية عادل يشكل في الرواية صحفيا يعمل على توثيق تاريخ مجيد قديم وهو تاريخ السلم المبارك. فالسلم المبارك هي شخصية قديمة، يعمل هذا الصحفي عادل على توثيق تاريخها باعتبارها كانت محبة لأرض فلسطين، وكما أشرنا انطلقت من شفشاون إلى فلسطين. رمزية المرأة في الرواية، عندما نتحدث في الرواية عن المرأة في رواية الريحانة والديك المغربي نجدها ترد بشكل دينامي وفعال ومحوري منذ بداية الرواية إلى نهايتها، مما يؤكد على ديناميتها وينم عن محوريتها في مسارات هذه الرواية. ذلك أن المرأة كما هو معلوم ترمز إلى الحضن الأول، إلى البداية والنشأة الأولى، إلى الوطن الأول، إلى المهد الأول، ترمز إلى الخصب وإلى الحب وإلى الأرض. وفي هذه الرواية نجد المرأة والأرض سيان، فالمرأة قرينة الأرض الفلسطينية، تلك المرأة التي أنجبت المناضلة وأنجبت الشهيد، وتلك الأرض التي ثوته بين ثراها عندما نتحدث عن ذلك الشهيد عند استشهاده. فالمرأة منشأه الأول والأرض مستقبله أو مستقبله. إذن شكلت المرأة بالنسبة لشخصية عادل وطنا مجازا هون عليه نوعا ما وشيئا ما وطأة وقسوة الوطن السليم. وبذلك فقد كانت المرأة وبالتحديد شخصية الريحانة في الرواية حاملة لرمزية الوطن، فهي الوطن الأول والمنشأ الأصل والمرد الأصيل. ولعل هذا ما يفسر كون الذات الفاعلة عادل وذات السلم المبارك كانتا كما أشرت محاطتين بالمرأة أو بالنساء بشكل عام منذ البداية إلى النهاية. في الختام، يسلم البحث في موضوع الترميز والمعنى في رواية الريحانة والديك المغربي إلى استخلاص مجموعة من النتائج والقضايا يمكن أن نجملها في أربع قضايا أساس. أولا، يظل العمل الروائي عملا باذخا بالرموز والدلالات، عمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ونقلها من الواقع المعيش إلى الواقع المتخيل. ثانيا، إن رواية الريحانة والديك المغربي في عمقها تخيل للقضية الفلسطينية وترميز لها، تحتفي بهذه القضية الإنسانية الخالدة
وتصور مآسي الإنسان الفلسطيني المبعد عن حضن وطنه والساعي إلى لم شتات قومه على أرضه الأبدية، وتختزل معاني السعادة والهوية والكينونة والوجود. فسعادة الإنسان الفلسطيني ليس بمال يكسبه، وإنما بأرض ووطن يأوي إليه عند الشدائد والمحن. ثالثا، تؤكد الرواية موضوع التحليل أن القضية الفلسطينية ليست قضية رقعة جغرافية فحسب ذات حدود وهمية، وإنما هي قضية أمة عربية إسلامية لا حدود لها شرقا وغربا، وقضية ثقافة وتاريخ ولغة ودين ومصير مشترك تعيش في الإنسان العربي المسلم حيث كان. وبهذا فإن الرواية تنظر إلى هذه القضايا جميعها على قدم المساواة، ومتى اتحدت الشعوب العربية الإسلامية كان ذلك مؤذنا بانبلاج الصبح المنتظر. رابعا وأخيرا، تبرز الرواية من خلال رموزها المكثفة والمكثفة في النص إيمان الإنسان الفلسطيني الخالد بقضيته الشامخة شموخ شجرة الصنوبر التي غرسها السلم مبارك في تونس، أخذها من فلسطين وذهب بها إلى تونس. هذه الشجرة الشامخة التي لا تتزعزع ولا تتزحزح أمام العواصف العاتية، عواصف المحتل طبعا، وتثبت ثباتها وقوتها أمام عاديات الزمن وطوارق التاريخ وجور المحتل، كما تؤكد عزيمة صاحب الحق في استرداد حقه الضائع. فالحق معك والأرض معهم اليوم أو غدا. أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأرجو أني قد كنت مختصرا مفيدا، والسلام عليكم ورحمة الله. الإعلامي الذي فعلا احترم زمن المداخلة، ونشكره على أنه كان مكثفا لورقته. في الورقة الأخيرة من هذه الجلسة، وهي للأستاذ عبد الجليل الشافعي، والذي تعذر عليه لأسباب قد كان آتيا بالمناسبة إلى هذه الندوة، ولكن تعذر عليه أن يحضر معنا، فسيقدم ملخص ورقته الأستاذ سعيد بوبكري، فليتفضل مشكورا. عنوان ورقة الأستاذ عبد الجليل الشافعي هو سردية الألم وتشظي الهوية في الرواية الفلسطينية، رواية منذ ساعة تقريبا لناصر رباح نموذجا. طبعا مثلما أشرت في الأول، فرواية أكرم مسلم ورواية عباد يحيى ورواية ناصر رباح من أكثر الروايات الفلسطينية إيلاما حين قراءتها، فهي رواية تطفح بالأحداث الجسيمة والفظيعة التي تصور ما يعيشه الإنسان الفلسطيني اليوم وبالأمس. الكلمة لسي سعيد، فليتفضل. شكراً.